لك في الزعل مع صديق قريب عليك؟ قريب من يعني قريب من القلب مؤمن. رفض المشروع؟ لا لا رفض لبنية. اي فاجئ بصراحة. هل بنية ايش تعتبر؟ انا مستحيل على مود بنية يعني اخسر صديق. يزن انا ما كنت اتوقع انه هيك. صحباني معذورين ما رضعوا وياي، هي هاي المشكلة. يعني مشكلة انه اليوم صار اختيار الصاحب واختيار الصديق صار كلش صعب. برأيك انا ليش اختاريتك انت؟ ليش قلت لك انت؟ وصلت لي معلومة انه انت طلعت من العمل، انه انطوك فلوس بغير مكان طلعت من العمل. يا بدر روح، لان هذا الانسان تجاوز علي وانا قلت لك ما تجاوزت عليك. انا ما قلت لك انا قبلت، ما قلت لك انا صدقت. تقعد تستريح بعد ما مكمل اني. ماكو داعي اسوي هالتفاصيل هيجي. شنو صاير؟ سؤال انت على شنو انت جيت لصالح؟ انت شنو تشمل علي الطبله؟ انت جيت تتعاركت لصالح؟ انا مو سؤال انت خابرتي لصالح؟ يزن حبيبي انا اذا صالح انا جاي اوضح الموضوع، انا جاي اوضح له الموضوع. ماكو داعي تشمل علي الطبله بهاي الطريقه. قلت له انت طلعت على المود بس انا ما صدقت بالناس، لان انا عرفه صاحبي وهو صاحبي عرفه انا شنو. انت ضحيت بالصاحب تدري لو لا؟ اسمعني مو بهاي الطريقه. تدري انت ضحيت فيه لو لا مؤمن؟ على مود بنيه؟ مستحيل انا على مود بنيه اسوي شيء. ياما انا بايك حاكي عليك والله. يجون يحشون عليك يمي واردهم على حل. واي واحد يجيني يقول لي شكو بيناتكم انت وامير اقول له ماكو شيء. اللي يقول لي شكو اقول له معقوله شكو امير؟ هسه كنت اخاف، هسه كنت احكي. وهو يعرف هذا الشيء وانا متاكد هو هم هيك، بس ما اعرف شنو. ما اعرف يعني فجاه امير تغير فجاه. اقول انت اليوم جاي تعاتب ولا جاي تعارك؟ انا اول شيء لا، انا امير اخويا وعزيزي يعني. انا ما انسى وقفاتي حلوه وياي زين، وخوتنا حلوه وصارت لا يوم ولا البارحه زين. خبزتنا واحدة من الصبح لليل سوى، نرجع من المعهد والله يعني. تخيل من 7 الصبح ل 12 بالليل احنا سوى. يعني امير دا يقول انا حلل صالح وهو اكثر من داخليه واحنا اخوان وما ارد شيء الحزازي. اصالحه اذا هو قال انه انت اخويا وانا اعرفك انت شنو قدام العالم كله. اني على مود بنيه، اني على مود بنيه. انت تدري انا احكي هوايك ولد سوى هذا الشيء، اصدقائنا هم سوى هذا الشيء، تكلمنا ايش فيهم هذول؟ معقوله هذول ايش يسوون على مود بنات؟ انت تعرف ليش انا امير انا مو لا اليوم ولا البارحه صديقك. يلا أنا طبعا المعلومة شوف أسولف لك شغلة. والله هو يغشم نفسه زين ويعرف بيه شنو أنا. بس مؤمل شوف أسولف لك شغلة. كان المفروض من عندك إنه مو تقول أمير طلع من البرنامج. أنا ما قلت، أنا قلت على مود إجور. العتاب خلي ولي. لا لا أمير أنا بعد ما كم سالفة ربطني بالطبلة. العتاب خلي ولي. هسه أضربك أضربك كاس أطلبك يعني أطلبك ضرب. زعل خلي ولي ونفتح صفحة جديدة وانتم ودي اللحظة أوكي. وهاي المشاكل خلي تولي بعد. أمير وضح وجهة نظرك وانت وضحت وجهة نظرك صح. بس بعد خلاص وانت ضربت الصلح. أكيد ضربت الصلح يعني هذا مو ما تعيد تسقل بيه كل شوي. لا مو أعيد أعيد واسقل. أوكي أمير يعني وقع هذا المطب وقعنا بيه مرة كل من وقع بيه مرة ثانية وكل العالم. أنا أحكي لكل العالم هسه لان مستحيل انت يعني كاس العالم تشوف. مستحيل الانسان يخسر صديق على مود موضوع تافه. اوكي مستحيل هذا الشيء يعني. هذا الشيء يعني قبل اعتذاره لا مهم اللي يدري بي انا ايش قد احبه وايش قد كنت اوصيه من يختار الصديق ومن يختار الاخ اللي يكون فعلا حقيقي. شوف باوع اليوم قلت لك اني اصعب شيء بالدنيا هي اختيار الصديق، اختيار الحبيب، اختيار اي انسان يشاركك بحياتك. صعبة لما أنت تتعلق بشخص معين وتنصدم بفد شيء ما تتخيله في يوم من الأيام. إحنا حالياً هاي الأشياء خلي تولي بدربول والماضي خلي ولي وترجعون صفحة جديدة إن شاء الله. والخلافات ماكو شيء بالزعل خلي ولي وتبطل هاي العدة كان ما أدري ما أدري حتى ما بجمع التليفون. لا هذا أدري بيه هاي العدة كمان تبطل العدة. تجاه صالح ما جد عارف ترى إحنا وايدنا بالعمل إن شاء الله يعطيك عطاء. هذا الشيء راح وخلي ولي وترجعون أخوة ترجعون أصدقاء وإن شاء الله ماكو زعل إن شاء الله. أمير مارد هذا وجه المقلوب خلاص. لا هذا هسه لازم يعزلني بس أنا أطلبك ضربه. يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا لك يا أمير فنان مبدع أيضا. شكرا لكم، أتمنى لكم النجاح.